شو صاير الجرحى؟ ليش كان هدول الجرحى؟ عم يرموا عشوائي على المدافع مثل المطر الثاني. بسمة شوفوا لنا وضعها شب بسرعة، محتاجين ضروري على الجرحى. لازم نسرع عملية بسرعة. سيد جواد أصدقاء، هذا شو عم يعملوا هون؟ بصفوا مشفى أريحة. هيدي الزلمة جاب عيني لحوم، الوضع أصلا مو منيح. بانداج ما في لا دواء ولا تجهيزات. سيد جواد قل لهم يعملوا لنا اياهم بشكل فوري، على الوضع ما بتحمل تاخير. اسماء لاسلكي تبعك مطفي. اسماء السماء شو هذا؟ جثث مسلحين بدنا ناخذها من شان التبادل. يا اخي المشفى مليان جرحى عسكريين ومدنيين، ما حدا فاضي لك، هلا وقتها تحكينا بالتبادل؟ جهزوا جثث المسلحين جايين. لك وجهوا المدافع المدفع بتولى مسافين. يا ريت تشتت وحده سياطن باي طريقه لبين ما نحسن نسحب الناس. شو صاير يا اسماء؟ انا شايفه تقارير. يلا روحي عنا خبري انه الجيش السوري هو يلي عم يكسب المشافي. هيك بتنشهري. تروح طلق لي هيدي برا، الوضع اسلم مو منيح. يا جماعه لازم تخلوا المشفى بسرعه. يلا يلا بسرعه. قومي يلا. عم يتم اخلاء المشفى. مرحبا يا امي. شلونك ماما؟ مين هون؟ مين في هون؟ مين أنت؟ أنت من هي؟ سامعني؟ شو اسمك؟
ليش ما عم تحكي؟ يمكن تكون أكلت الدربة راسك أو يمكن بعدك تحت الصدمة. إذا ما كانت الدربة قوية ترجع تحكي عادي بعد كم دقيقة. أنا كمان قلقته بس حاول تحافظ على وجهك. أكيد بيجي يساعدونا بأسرع وقت. ايدك بلشت تتعفن، ما تحركها، لازم اضربك برد مورفين. راح تتحسن بعد كم دقيقة. فيون طفل مولود جديد، سامع صوته؟ أنا كمان عندي بنت اسمها ليلى. أنت عندك أولاد؟ قد عمره؟ شو عم تدور؟ دفتر. في دفتر هون عم تدور عليه؟ مكتوب في أعداد كلمات مو مفهومة، شي مثل إحداثيات. يمكن تكون معلومات مهمة. نزفت كتير دم، يمكن ما قدر اصمد لتوصل المساعدة. إذا صار لي شيء أعطي حد للمخابرات. سامعني؟ أنت مني؟ ليش ما عم ترد؟ عم تخوفني حسام؟ احكي شي. انت بتعرف هالدفتر لمين؟ اعطيني الدفتر. انت مين؟
وجاهد؟ أي غصب؟ يمكن بعرفك. غصب عمن العمليات؟ أصدقاء. شو اسم الضابط المسؤول عنك؟ شو بدك بهالدفتر؟ قلت لك اعطيني الدفتر. ما كنت عم تحكي حتى ما تكشف لحشتك السودية مو؟ كذاب يا غير! ليش ساكت لك حيوان؟ بهبار شمالي سراقب نقطة اطلاق بستان الزيتون 20 تشرين الأول الساعة 12. طالما أنا موجودة هي المعلومات ما بتطلع من هون. عندي قنبلة يا بنت الحرام، اعطيني الدفتر قبل لا أوديك جهنم. عشرين تشرين الأول بكرة الجيش راح يفتح منها والناس راح تنسحب للمناطق الأعمال. انتوا أعداء الناس أو أعداء النظام؟ الهجوم بهاي الشروط راح يزيد الخسائر من المدنيين. مش مهم كم شخص موت عندنا، المهم هذا جهاد. هاد مو جهاد، مفكرين حالكن عم تجاهدوا؟ لك يلعن ابو هالفهم الملعون يلي عم تفكروا فيه. عم تكفروا الناس لمين؟ دام انتو مع هذه الدولة الحقيرة حقكم الموت وقتلكم حلال. انا احذرك للمرة الاخيرة، اعد من 1 للـ10، اذا ما تعطيني الدفتر اوديك جهنم انت والبزر هذا ابن الحرام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بكرة الليل في لعب بالنار، ناس كثير لازم يروحون جهنم، نبقى نذبحهم كلكم. قومي سلوي نفسك وصيري سوية لي قبل لا تنشوي بالنار. أنا هون ما تقربوا لقدام. اسكتي يا بنت الحرام، ترفع
Thank you.